بونسوار يا حضرات. صدر من كام يوم عملة مصرية ورقية، الجنيه، وتفاجأ به المصريين في أرجاء المحروسة، وكل بيتساءل مين ده. طبعا قصدهم على الراجل اللي صورته اتلطعت على الجنيه الورق. طبعا أنا وفريق البرنامج وعلى رأسهم السيد عمرو فندي الجزاوي جبنا قراره، عرفنا بقى الراجل ده مين وبيعمل ايه، وده اللي هنعرفه لكم دلوقتي، لكن بعد الفاصل. لكن اتمنى قبل ما نروح ونعرف حكاية الراجل ده ايه، تعملوا ابوني او اشتراك في المحطة بتاعتي على اليوتيوب، وتشغلوا المنبه او الجرس علشان يجيلكم كل قديم انا بنزله، ويريد ترسلوا الحلقة لكل معارفكم وقرايبكم. الله جاب، الله خد، الله عليه العون. سيداتي، آنساتي، سادتي، أمام شاشات التلفزيون الأبيض وأسود، والسادة المستمعين أمام الترانزستور، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ترند. طبعا حصل لنا من كام يوم حدث جلل وحدث عظيم، وهو إصدار العملة الورقية، عملة الجنيه الورق. وطبعا ده شاغل بال كتير من المصريين، كبار وصغيرين، أفندية وبهوات. اللي شاغلهم في الموضوع مش إصدار العملة الورقية نفسها، بقدر ما اللي شغلهم صورة الراجل اللي صورته على الجنيه، اللي هو ده. مين الراجل ده والناس كلها بتسأل؟ طبعا احنا كلنا فاهمين ودارسين وشايفين ان الناس اللي بتتحط صورهم على العملات الورقية او المعدنية في اي بلد في الدنيا لازم يبقوا ناس ذو حيثية او مكانة رفيعة، على سبيل المثال يعني للحصر يبقوا ملوك، رؤساء، مفكرين، علماء، أناصل دول، ألخ ألخ ألخ، وده الطبيعي. لكن احنا المصريين نختلف عن الآخرون. لو بصيتوا على الرجل اللي على الجنيه ده يبقى مين؟ لأول مرة وعرض كده مفاجأة حصرية لكل الناس، ده يبقى عم إدريس الأقصري. مين عم إدريس الأقصري ده؟ الحكاية بقى أنه كان من ضمن الخدم عند أمير فؤاد قبل ما يبقى ملك مصر والسودان. وفي يوم من ذات الأيام دخل عم إدريس على الملك او على الامير ساعتها، وقال له ايه؟ قال له ان شاف رؤية في المنام مفادها ان امير فؤاد هيبقى ملك مصر. ساعتها الملك فكره شارب حاجة ولا مستعطي حاجة، وفطس على روحه من الضحك وسخر منه، لانه كان امر صعب. طب ليه بقى كان امر صعب؟ لان الظروف العادية دي ما كانش تنفع. اول اكشي السلطان حسين كامل كان له اكتر من وريث، لكن تشايل اقدار بقى ان ابنه كمال الدين يتنازل عن العرش. الامر الثاني ان ابن الخديوي عباس اللي الانجليز مش طايقين. المهم امير فؤاد وعد الراجل عم ادريس الاقصري وقال له يا سيدي بقى بص، النبي لو حلمك ده اتحقق لا هيبقى لك شأن عظيم، وهعمل لك حاجه ما اتعملتش لحد قبل كده. وفجاه وبدون مقدمات اللورد وينجت اللي هو يعني كان يبقى المندوب السامي البريطاني بعت للامير وقال له تعالى الملك فؤاد. قال له انت اللي هتبقى السلطان بعد حسين كمال، وانت اللي هتخلفه وهتبقى ملك مصر. طبعا ساعتها اتصدم وما بقاش قادر يعمل اي حاجه، وجسمه اتصلب وتخشب، واول صوره نطت قدامه كانت صوره عم ادريس الاقصري. وخرج من قصره من الفرحه، راح لقى عم ادريس الاقصري قدامه وقابله على باب القصر، قال له ازيك يا معالي ادريس بيك. فعم ادريس يا ولد استغرب، قال له ايه ده؟ بيك ايه وبتاع ايه؟ وبعدين الألقاب ديت محدش كان يجرؤ يمنحها غير الملك بس. فقال له ايه؟ حلمك اتحقق يا ادريس بيك، وانا وعدتك بأمر عظيم لو ده حصل. قال له انت عارف ايه؟ هنطبع صورتك على الجنيه. وبالفعل طبع صورته على اول جنيه مصري تصدره اول حكومة تتشكل في عهد جلالته في 4 يوليو سنة 1924، بعد ما طبعنا اول جنيه مصري واللي كان مزينها عم ادريس الاقصري واللي سموه بعد كده جنيه الفلاح. ودي كانت حكايه الراجل اللي مرسوم صورته على الجنيه اللي هو عم ادريس الاقصري،
نروح بقى نشوف ايه فقره بريد المراسلات وانت قلت ايه. جات لنا كميه كبيره من جوابات المراسله اللي وصلتنا النهارده من اكتر من مجله، مجله البوست الفخيم والمصور واخر ساعه والتغريده الشديده وغيرها. خلونا نستعرض معاكم بعض الجوابات اللي وصلت البرنامج ونشوف الجواب الاولاني. يعني الجواب الاولاني جاي من مين؟ جاي من ارمانيوس كرياكوس، ده صايغ جريكي، بيقول انا كتير ممنون عشان اول ما الملك فاروق مسك انا خبيته فين؟ خبيته مين يا جدع انت؟ انت تودينا ايوه خبيته بس بالجريكي، خبيت قصده يعني ان هو ايه حبيته يعني، بس هو كمان الجواب مكتوب بالجريكي، معلش يا حضرات. المهم خبيته وخبيت الجنيه بتاع العم ادريس، يعني حب الجنيه بتاع عم ادريس خبيته، يعني خبيته. الله يسامحك يا اخي، الله يسامحك. الجواب التاني بقى جاي من الاميرة حكمة هانم لاز، بتقول تكريم خادم ملك مصر والسودان بالشكل ده يدل على سمو اخلاق جلالة الملك. اي والله ونعم الرقي والاخلاق. وجواب تالت من عبد القادر افندي الحمامصي، وده نظر واقف عن دايلة البراهمة، بيقول جنيه عم ادريس بقى اسمه جنيه الفلاح تقديرا وعرفانا من جلالة الملك بفضل الفلاحين. ايوه يا اخويا، ايوه صحيح. هو زي ما كنتش انت اللي هتقول كده، مين اللي هيقول كده؟ بس على العموم كتر خير جلالة الملك، وبكده نكون عرفنا حكاية الصورة وحكاية صاحب الصورة اللي على الجنيه. وطبعا انا بعتذر لكل الاصدقاء اللي لم يحالفنا الحظ اننا نقرأ جواباتهم، وياريت ترسلونا على بريد البرنامج، برنامج تريند القاهرة، صندوق بريد 314. وفي النهاية اتمنى من حضراتكم انكم تعملوا ابونيه او اشتراك في المحطة بتاعتي على اليوتيوب، وتشغلوا المنبه او الجرس علشان يجيلكم كل قديم انا بنزله، واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج تريند.